يلا الخوت خليو لي لايك بارطاجيو الفيديو مع اصحابكم واشتركوا في القناه الى ما كنتم جراس خليو لي التعليق الزوينه ديالكم. يلا نبداو. بنات 90 في 90. ماذا لو عاد معتذرا؟ غنسمح ليه غنسمح ليه صحابيني غنقول ليه كمل فطريقك سير اللي عندي به ما ندير 5 سنين وانا معاه 5 سنين وانا معاه ونخليه مسطي انتي سطيتي اشنو دار كاع اللي ما نسمحش ليه انا يا خلني ومن بعد قال انت يخونا عما في خباركش راهين به انا يديه ربي واحد من جوج مدلولة ولكن غنتزوج انت عندك النفس وغتبقاي بايرة شوفي النفس ديك الساعة تدير لك شي حاجة الى دوزي معاه 50 قال باقي ديه خليه 5 سنين راه يكون بك خيط بك الزناقة والضربة والشوارع تمسي صافي راه صافي اتفرقي معاه باقي توجي به مازال مغربي مخرج مرتو تلجو قادي زيفك خبي تليفونك سدي فمك حضري راسك ما تمدغيش المسكه علاش كتضحكي قادي مشيتك وهذا المغربي مخرج مرتو تبدل الجو اخويا الانسان خاصو يخاف على رزقو هذاك راه موت ولادو هذيك خاصو يخاف عليها غيخرجها غير هكاك ما يمكنش يا عارف نتا يا قفيا ولا غضبتي خاف عليا وبالو مسطون عمر تموت العمر ديالي انا واخا تبغي تهرب مني انا اها والدور فوالا انا جبه وزي الو السلام عليكم السبيطار ديال المرشيش اخويا هذا واش هرب لكم واحد المسطي من السبيطار ها هو راه كاين حدايا كنشوف فيه لا حدايا الله يحفظكم الا ما جيتو تي وغني ونا منو الله يرحم الوالدين تا كيفاش لي اختك سيدي لي اختك سيدي عفوا سيدي عفوا سيدي فهمت ديك اللقطه ديالك لي اختك سيدي لي اختك سيدي عفوا سيدي عفوا سيدي العاوده ما فهمتش الله ما فهمت شنو فهمتش الله ما فهمت شي حاجه راه المرأة اللي كتبكي ماشي الراجل ما فهمتش انا قالت كيدير راه المرأة صاحبي ملي كتبغي تزوجي اللي كتبكي ماشي الراجل اش هادشي هذا اش هاد البسالة اش هاد الفرد شي قديس عنا ولا شنو جاتني مصطفى تماما اش مفرد عشي قادوس هنا مفهمش انا واش قدرت نفرقعت ما انا مفهمش وجاو البوليس وداوهم علاش داوهم البوليس مفهمش انا الناس كانوا تجي تبردوا الصيد هذا وجيو نتوما وديتوهم مفهمش انا علاش مفهمش انا هذاك في الاول كاس كيبكي ولا حتى هو كاس كيبكي مفهمش انا الراجل ما تيبكيش راه المرة اللي كتبكي يا صاحبي ولا زعما ما تزوجتها حتى شفتيه لا الويل ولا مفهمش انا حاسيت
المهم الله يكمل عليكم بخير، ولكن نيت الطريقه صاحبي اللي درتي راه تسمح لي المراه هي اللي كتبكي مرة الراجل ما خصهاش يبكي وفرحان ودي راه 70 كنت مش راه تاعك تقاد الله يهديك. ومني خايفة ما وحرب لا دخلتي لي علاش علاش وكتخافوا ما تحشموا حق الله العظيم اللي تيخافوا ما يحشموا هاد لي ولاد. ما حملهاش هذاك السرجم والله حط الهربة كبتي. كوكو كوكو سافا 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 اوسي هو قداش ويا قداش بحال قلت لك بيض ومرشوش واحد الرشوشه خفيفه بالعسل وراه حسيت بك بحال باغي دير معايا شي حاجه. شكون عاود عاود لنا هاد اللقطه الله شكون شفتي ولدي شكون قال لك حلمي تحقق انت براش عالم وحق الله يلا الهربه صاحبي بنت النخاع ديال الوطن يعني دمي حامي المسمى او الملقب صوفيا الطالوني وريتو الدريه السيد ريوغو وما ينزلوك تبارك الله انا الدريه تبارك الله وهي في عار الله عندي عاطيه العين ولا كيقول لي صيفطي لي الدريه لتركيا باش يبيع فيها ويشري باش يبيع فيها ويشري راه هاد الزين قال لي غادي يجيب لك انا كون باغي نستغل بناتي كون راني استغلتهم كون راه خرجتني للقناه وطلعت لي اللايفات وعدوا شي 45 شكايه انت ما تكونش عندك حتى الثقه في النفس اللي عند لك بدعدع لك بدعدع انت راه والو في والو ها حياتك عذاب كآبه صافي داكشي اللي مقابل عندكم جوج افكار عندكم ناموسيه ومراه النمرة ديالي تحطت في واحد الموقع ديال الإذاعة الزرقاء ديال الأحبة فقراء برا ومن الآخر ديال الأحبة فقراء برا ومن الآخر راه هذا هو اللي حنا فيه لا يرضي الله ولا يرضي أي أحد لا يرضي الله ولا يرضي أي أحد. الله أكبر اللهم قوي إيمانك. صوتو زوين انت منين بلاد لا هو بكاري قسامه انت هو يروح كيوت هاد الولد هذا حق الله كيدخل الخاطر سبحان الله العظيم غير كيوت ماشي العروسة ولا الناس غير كوكب البلد تي مارس واش نسيت عطا مرفوع كاع
الناس واقيلا والله عروس تبان عزيز على الركوب على البلاصه تيما لا يعني اول مره كنشوف انا عريس وعروسه راكبين على الموطور ليله عرسها غادي يجيب بها دويره واقيلا غادي الموطيلة والله العظيم لا كتلعب حسن ما صاحبي حق الله دابا صاحبي ممكن يبقاو يلعبوا في البحر والتيم اللي جيت ليه الكره لا ولا جيت عليه شي الدري دابا كنا كنرجعوا ندير الكره ما عندي ما نقول واعر ولا انت واعر لا حصلات حصلة خايبة اللي حصلات والله مسكينة كتعبر على هذاك الشيء اللي كتحس به التاجر ما عرفاتو منين نزل عليها كيلقى دار المهم الخط وصلنا لخط الفيديو كنتمنى يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم ديروا لايك بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم شاركوا في القناة وتبعوا معكم الجرس خليو لنا التعليق زوين عليكم نتلاقاو ان شاء الله في فيديو واحد اخر السلام عليكم.